اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني لأول مرة زي رسمي مخصص لمشاركة أذر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات طابع رسمي، ومواصلة منها لمسار عسرنات وتحديد زي الرسمي الخاص بمصالح شرطة مختلف خصوصياتها الوظيفية واستعمالاتها اليومية. فإن المديرية العامة للأمن الوطني قررت اعتماد زي الجديد ولكي توفر فيه جميع المعايير الجمالية والتصميمية بحيث كتستجيب للشروط المعتمدة في الأزياء الخاصة بالاستقبالات والاحتفالات ذات الطابع البروتوكولي والرسمي، خصوصا من ناحية اعتماد اللون الأسود في الشتاء واللون الأبيض في الصيغة المعتمدة صيفا، مع إدماج إكسسوارات وشارات مميزة للرتبة ودالة على جهاز الأمن الوطني، فضلا عن اعتماد مواد أولية رفيعة المستوى كتميز بجمعها بين مظاهر الأناقة والاستعمال المريح من قبل أطر الأمن الوطني. يشار إلى أن الزي الجديد الخاص بالاحتفالات كين درج ضمن مسار استكمال وعصرنة زي النظامي للأمن الوطني وجعله أكثر ملائمة خصوصيات المهن الشرطية من جهة، فضلا عن تنويع الأزياء النظامية بشكل كي يستجيب لمهام نظامية ورسمية لكي يشارك فيها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من جهة تانية.